عندك احد المدراء العامين في الانبار صار لأكثر من 12 سنة مدير عام. زين. يعني هذا يخليك تخلي ألف علامة استفهام، يعني هل هذه الأنبار اللي تمتد من الفلوجة إلى الرطبة وإلى القائم بتعداد سكاني يزيد عن 2.25 مليون؟ من وراه؟ من نفس الحزب؟ نعم نعم، العلاقات الشخصية والسياسية. زين. هل من المعقول إنه هذه المحافظة تخلو من الطاقات؟ هذه المحافظة تخلو من العقول النيرة اللي تقدر تقود المحافظة؟ طبعاً كانت هناك اتهامات لهذا المدير العام اطلقت من اكثر من جهه سياسيه، لكن بالنتيجه ترك المنصب 3 أشهر 4 زي. يمكن دكتور في حاله. نعم. وعاد الى المنصب. يا دار هاي ثقيله بها فلوس.